خالد خالد طنشها ولا كانك سمعت شيء. لو في شيء مهم اكيد رح ناديك مره ثانيه. خالد خالد انت هنا؟ ما سمعتني وانا اناديك؟ انت ناديتيني ماما؟ ايوه حبيبي، ابغاك توصلني، عندي مراجعه للدكتور. جديدك انت رح توصلها؟ معقول تكون بتسيب فريقك في المباراة النهائية؟ انتوا جايبين سواق ليه؟ ماما ايش رايك تروحي مع السواق؟ حبيبي السواق راح يجيب اختك. طب شوية بس لما تخلص المباراة. حبيبي الله يرضى عليك. انا ما صدقت الاقي موعد. يوه ازعجتنا هذه. كلها تروح بتاكسي وتريحنا. ماما ايش رايك تروحي بتاكسي وانا ارجعك؟ الو متجمعين عند ناصر عشان البلنتيات. طيب انا جاي دحين دقائق وين عندكم. الله يهديك ويحفظك يا ابني. برضه بتدعي له. سيبك من الجنة روح الحق المباراة. فالزمها فإن الجنة تحت رجليها.